ننتقلوا مثلا دابا الدولة الموحدين، حيث كان ابن تمرت يؤلف بالأمازيغية، ويمكن لي هنا نعطي مثال ديال الكتاب ديالو مشهور المعروف بالتوحيد، واللي مكتوب في 7 ديال الأجزاء، ومكتوب بالعربية بالخط العربي، لكن المضمون ديالو أمازيغي، يعني مكتوب بالأمازيغية بخط عربي، وكان كان يتلى ويقرأ مع الناس اللي كانوا كيساعدوا ابن تمرت في تسيير الحكم، وكان معروف كذلك أنه كيدير الخطب ديالو بالعربية وبالأمازيغية في ذلك الوقت، وكان حتى القضاء تتمشى بالأمازيغية وعدة مسائل، وكتبت كذلك كتب مهمة سواء في القانون أو في الشريعة وفي عدة مجالات ثقافية أنذاك بالخط العربي وعلى كل حال بالأمازيغية. واش هاد الكتب باقين في الخزانة المغربية ولا؟ كاين بعض الكتب، ولكن الأغلبية الساحقة ضيعت، أحرقت، حرقات، يعني الجزء الكبير ديال هذاك الوقت ما بقاش معرف. كاين بعض المخطوطات، وأخيرا واحد الباحث في ليدن، جامعة ليدن هنايا، قال لي بلي لقى واحد المخطوط وراه خدام عليه دابا من عهد ابن تمرت، مكتوب يعني باليد بالخط العربي وأمازيغي، نص أنا أمازيغي. وبالنسبة للتفناغ في عهد الموحدين والمرابطين، واش كانت كتستعمل حتى هي كحروف للكتابة الأمازيغية ولا ما بقتش؟ لا، هذا واحد الفرق كبير بين شمال أفريقيا وبين الدول ديال جنوب الصحراء، دول الساحل، يعني النيجر، مالي، بوركينا فاسو، يعني الهوت فولتا، بولتا العليا، يعني عند التوارق، بقات الممارسة مستمرة من يعني من هذه على الأقل سميتو 2500 سنة، اللي سميتو الآثار اللي كينا، المسائل المكتوبة، اللوحات المكتوبة المعروفة اللي كيلقاوها الباحثين عندها 2500 سنة. ولكن في شمال أفريقيا مازال كاين هناك باحثين ديال الأركيولوجيا كيلقاو لوحات مكتوبة بالتفناغ أو بالليبية، والكتابة الليبية الأصلية الأمازيغية، لكن في الاستعمال ديالها اندثرت في نهاية العصر أو الاستعمار الروماني، عكس ما كيتسمع كيكتبوا بعض الناس وكيقولوه يعني بمجيء العرب والإسلام وقع قبل. وأكيد أن الاستعمار الفينيقي كان أكثر انسجام وتشجيع للغة الأصلية ديال الأمازيغ في شمال أفريقيا. إذن هاد الخط هذا الأصلي الليبي، والجانب ديالو الصحراوي معروف بتيفناغ عن الطوارق، ما انقرضش، ما ضاعش، بقاو الطوارق يكتبون يعني دائما عبر التاريخ إلى يومنا هذا. كاين حاليا في المغرب جمعيات ثقافية اللي كتهتم بالموضوع ديال الأمازيغية، وكاين عناصر منهم كتقول خصنا نكتبوا بهذا التفناغ هادي. كيفاش كتشوف انت هذه المساله هذه؟ واش ممكن عاد نكتبوا فيها في المستقبل، ولا غادي نبقاو نكتبوا بالعربيه واللاتينيه كمثل اللي هو مستعمل به حاليا في المغرب؟ اكيد ان هذه المساله هذه فيها واحد النوع ديال الضبابيه والخلط، بحيث الكتابات المتواجده كاين ثلاثه كما شرتي، كاين تفناغ، الخط ديال تفناغ، وكان خط العربي، وكان خط اللاتيني. الخط ديالتي في الناغ اللي انتشر في شمال أفريقيا هو أصلا من تي في الناغ، ولكن وقع فيه بعض التغييرات اللي تزادت في 67-68 من طرف الأكاديمية الأمازيغية بباريس، واللي كان وراءها مجموعة من السياسيين القبائل الجزائريين اللي كانوا متواجدين بحكم الصراعات السياسية اللي كانت عندهم مع الحركة الوطنية ديالهم MTLD و PPA. يعني هذيك الكتابة لقات في الواقع واحد صدى كبير عند الشباب ديال القبائل سواء في الجزائر أو في فرنسا، وانتشرت بسرعة فائقة دغيا. وكذلك دخلت المغرب عبر
مجموعة ديال الشباب، و ضروري أن نشير أن مثلا مجلة ديال أمازيغ ديال الثمانينات عام 80 ابتداء من عام 80 تهيا دارت ساهمت في انتشار هذه الكتابة هذه في المغرب. وكما أن بعض الناس من هذا كينتميوا لهذه المجلة هذه، إذا حتى الحزب الحركة الشعبية كانوا وجدوا آلة كاتبة بالتيفي النار. فالممارسات ممارسات متعددة كما قلت لك. كاين دابا حاليا في المغرب مثلا كاين مجموعة ديال المجلات كتصدر، وكاين حتى جرائد كتصدر كذلك في المغرب، وكنلقاو فيها في الواقع التواجد ديال ثلاثة الخطوط. كتلقى السمية مثلا ديال المجلة والجريدة مكتوبة بتيفي النار، ولكن كاين العنوان بالتيفي النار، وكاين بعض الدروس في النار، وكاين بعض المسائل بحال المعجم كيعطيو بعض الكلمات مقابل ديالها في سميتو في اقاليم اخرى ديال المغرب انطلاقا من تجحيد من سوس. وكاين بعض النصوص القصيره كذلك مكتوبه بالخط اللاتيني. الى جاو مثلا دابا مور الخطاب الملكي اللي معروف غوست، قال بان خص الامازيغيه تقرا في المدارس. دابا الى جاو دوك المعلمين باش يقريو الامازيغيه، شنو هما الحروف اللي غيختار؟ واش تكون عندهم حريه اللي بغى يقري بالعربيه الحروف العربيه يقري، واللي بغى يقري بتيفناغ ولا باللاتينيه، ولا تكون تماك واحد المهم المسطره ولا واحد القانون كيقول لك قري باللاتينيه ولا قري بالعربيه ولا بتيفناغ؟ كنظن قبل ما نشوفوا هاد النقطة هذه اللي هي في نفس الوقت تقنية وفيها مسائل أخرى، ربما كخصنا نذكروا على مسائل أعمق من هاد الجانب التقني ديال اختيار الخط، بحيث كنظن المشهد هو المشكل المستعجل، ماشي هو هذا المشكل المستعجل، وربما خصو تفكير، ربما خصو تعميق، ربما خصو بزاف ديال الاستشارات وتعميق الحوار وسميتو وتوسيعو، ماشي غير بين المختصين وإنما حتى مع القوى الوطنية سواء السياسية أو الثقافية أو إلى آخر من ذلك. سميتو اللي بغيت نقول هو هذا الخط هذا هو جزء نقطة صغيرة من واحد المشكل كبير اللي خاصو يتدرس، خاص عليه مثلا سميتو حوار وطني يسبق تأسيس معهد اللي يهتم بالتخطيط اللغوي في المغرب، واللي وضع سياسة لغوية اللي تبنى على أسس موضوعية نظرا للتعدد اللغوي والثقافي اللي كيعرفو المغرب.